إذا رأيتم أن المحتوى هاتف وينتفع به الناس فالمرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. القرآن شحال فيه من آية؟ 114. لا 114 سورة، 60 حزب، 30 جزء. أنا سولت شحال من آية؟ عمل شوف فهادي فهادي إما تقدروش عليا، إما عارفينها إما ما عارفينهاش. 3000 و ضربها في جوج 6236 آية. 6236 آية. يلا كندوز هذاك النهار مع شي شباب ونعطيكم التقنية ديالها نيت باش تعقلوا عليها وتبقى عندكم إن شاء الله تعالى سهلة. حنا قبيلة كندوز في السيرة النبوية باش تعقلوا عليها من خلال السيرة النبوية. ها هي كدرتها واحد العام مع شي وليدات. السيرة النبي عليه الصلاة والسلام شحال من عام والوحي كينزل عليه؟ 23 سنة. أحسنتي 23 سنة. أش كان دير؟ عقلوا على هاد تنكتب 23 شتا 23 سنة ديال الوحي اللي هو القرآن. فهمنا كاين السنة لكن دابا كلامنا هنا على القرآن اللي هو 23 سنة. وتندير علامة في الوسط ما بين جوج وثلاثة. جوج في ثلاثة شحال؟ ستة. وثلاثة في جوج شحال؟ ستة. كتولي تعطيني 6200 36 آية. صافي عقلتوا على هادي مزيان؟ يعني تي الا تلفات لك 6500 بلاتي قول بلاتي قول مع راسك الداخل قول بلاتي بلاتي بلاتي. الوحي 23 سنه، جوج في 3 6، 3 في جوج 6، 6236 آية. مزيان هاد التقنيه هادي؟ دخلوا ان شاء الله تعالى للمدرسه والاستاذ ديال التربيه الاسلاميه اللي جبد لكم كذا الى اخره طرطلاق جبد لنا عام سيدي هاد ولكن ماشي من باب اننا نفخروا ولا نفشروا على عباد الله، غير من باب نعلموا خوتنا ونعلموا الناس اللي ما عارفينش. شحال قلنا 6200؟ 36. طيب الى اخر ايه كنت تقراها في الدنيا صبرتي وحفظتي الاربعه الايات الاولين وحفظتي الخمسه الاولين وحفظتي 285 ايه البقره وزدتي على 200 ايه ديال سوره ال عمران وبقيتي كتزيد ويا الله ويا الله ويا الله وكرمك الله حفظتي القران كله، جمعت الوحي في صدرك، جمعت النبوة في صدرك، غير هو انت ما كينزلش عليك الوحي، انت الوحي لقيتيه وبقيتي تتراجع وتتراجع وتتقرا وتتراجع وتتقرا حتى ولا القران يختلط بلحمك بلحمك ودمك، ولات الاخلاق ديالك في الزنقه اخلاق ديال صاحب القران. وحنا هنا كنتكلموا على خلق الصبر، يصبر على اخوانه، يصبر على لاواء الدنيا، يصبر على المصائب، يصبر على كذا، يصبر على الطاعه، يصبر على المحرمات لا يقربها، يصبر على مساعدة إخوانه، يصبر على قدر الله عز وجل. من بعد غدا يوم القيامة إلى قلنا القرآن كنتي كتقرأ ما كتفراني انت حتى من الجنة والناس اللي هي 6236 آية، بمعنى أنك انت غادي وكتطلع في منازل الجنة 6236 منزلة، وانت غادي طالع إلى كم تكمل حتى من الجنة والناس غطلع سيدي إلى أعلى درجة في الجنة مع من غطلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. يعني جمعتي المتعة ديال دخول الجنة والمتعة ديال الترقي بالقرآن الكريم والمتعة ديال مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمتعة ديال النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية. كاين شي واحد أحسن منك فهادشي؟ لا. إذا ملي نكون هنا في الدنيا عندي شي مسائل أصبر عليها ما نشوفش تمارة اللي تنضرب، نشوف النتيجة ديال ديك التمارة اش غادي تخرج ليا. فإلى النتيجة ديال ديك التمارة غتخرج ليا نجاح وشهادات وعلو منزلة وتخرج ليا رفعة وتخرج ليا أمور ميسرة إن شاء الله تعالى في الدنيا وتخرج ليا واحد القلب الذي يرضى عن الله. ما كيعنيش أننا ضربنا تمارة على الصلاة وعلى القرآن أنه راه ما يوقعوش لنا المشاكل في الدنيا، لا يوقعوا المشاكل في الدنيا، راه الدنيا هذه وكل شيء تيوقعوا ليه المشاكل. لكن الفرق ما بين صاحب القرآن الذي يصبر بالإيمان وبالدين ديالو واللي ما واخدش هذا الصبر كما ينبغي، نعطيكم مثال واختم به ان شاء الله تعالى. شكون اللي مره تيكون راكب اما في السياره او لا في الحافله في الطوبيس ولا كذا وتيكون شي زحام كثير في الطريق وكتعطل الطريق، كتوقع ياك؟ كتوقع لكم هذه القضيه؟ مزيان هذه بعدا متفقين فيها بحالي بحالكم. الناس كيكونوا غاديين في نفس الطريق وكل شيء مخنوق نفس الخنقه وكل شيء مزاحم نفس الزحام، لكن كتلقى واحد في السيارة ديالو تيضحك ومخدم شي بركة ديال القرآن تيتصنت ليه وتيهضر مع وليداتو وتيتذاكرو في شي أمور وأمورهم غادا غادا، وحداه غادي واحد مول السيارة تيغوت وزعفان
واش هاد الزحام والصهد والمزه والكلاكسونات والغوات والمعيور الله يستر بعد المرات والكلام الخيب الى اخره، هما غاديين بجوجهم في نفس الطريق ومخنوقين في نفس البلاصه، وملي غتنفس الطريق غتنفس عليهم بجوج. لكن إيه، واش بجوجهم في مشكل ولا ماشي بجوجهم في مشكل؟ بجوجهم في مشكل، لكن الفرق بيناتهم شناهو؟ واحد كيفاش كيتعامل الله يرضي عليك، ذكرني بسميه ملاك. لا لا ملاك، واحد عطيها الغوات والصداع وتكرفس هو صحيا والضغط والسكر والويل والمشاكل، وواحد وواحد طارق القرآن ضحك مع وليداته ناشط، المشكله طاريه لهم بجوج لان الطريق مخنوقين فيها بجوج، تعطل غيتعطلوه بجوج، لكن ما غاديش يعيشوا بجوجهم نفس الحاله وسط المشكل. هكذاك الانسان الذي يتخلق بخلق الصبر وهو في ذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بآيات ربه سبحانه وتعالى. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.